أصدقائي الأعزاء، أرحب بكم في العرض التقديمي ألتيما توكن للأعمال. معكم أليكس رينهارد، خبير اقتصادي، رجل أعمال، مستثمر مغامر، وأحد الخبراء الرائدين في مجال البلوك تشين وتقنيات التشفير. كما أنني أطلقت عدد من المشاريع والشركات بإجمالي رأس مال أكثر من مليار يورو. سأطلعكم على خيار كسب النقود بواسطة العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين. إشعار قصير حول إخلاء المسؤوليات تماشيا مع أحكام التشريعات. لقد سمعتم عن العملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. هذا هو الشكل المتطور من المال يحدث أمامنا. مثلما تحولنا من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني، لم تعد العملات المشفرة شيئا من وحي المستقبل، بل هي جزء لا يتجزأ من الحاضر. البيتكوين أصبح من 10 سنت 70,000 دولار، تقدر الزيادة هذه بنسبة 70%. في عرضنا نتحدث عن توكن ألتيما شديد الانكماش الذي تم طرحه في السوق في منتصف 2023 من 10 سنتات والآن يرتفع 5,000 دولار وأكثر. يحدث الانكماش الجامح عندما ينخفض العرض في السوق بشكل حاد والطلب يرتفع، والعرض يشكل فجوة نقص التي تحفز نمو الأسعار بقوة. خلال السنوات المقبلة تسعى ألتيما إلى تحقيق مؤشرات جديدة، منها 100,000 دولار مقابل توكن واحد و100 مليون مستخدم. انطلق مشروعنا من سويسرا في عام 2016، وخلال 7 سنوات تجاوز مجتمعنا 2.8 مليون مستخدم، ويصل النمو السريع في أكثر من 100 دولة. هدفي هو توحيد كل من يرغب في استخدام تقنيات التشفير ومبدجة بين الاقتصاد الحقيقي وسوق التشفير، دعما لملايين الناس حول العالم في تعزيز رفاههم المالي. وهذا السبب تحديدا تم إنشاء التوكن ألتيما. لكن انظروا لماذا سعر ألتيما يرتفع بهذه السرعة؟ ارتفع سعر التوكن بسرعة من 10 سنتات إلى 5,000 دولار واستمروا في النمو. لماذا؟ هناك العديد من الأسباب لذلك، إذن سنقولها لكم. واحد من أهم الأسباب هو النظام الإيكولوجي البيئي العالمي حول توكن ألتيما وأدوات كسب المال الملائمة جدا من استخدام التوكن ومزاولة الأنشطة التجارية وتيسير الإجراءات اليومية. المجتمع الكبير النشط للغاية هو يضمن للتوكن مستوى عال من السيولة والطلب عليه. ألتيما توكن قائم على شبكة سمارت بلوك تشين الابتكارية الجديدة اللا مركزية بالكامل ومفتوحة المصدر ومزودة بتقنية إنشاء عقود ذكية. يمكن تشبيه سمارت بلوك تشين بكتاب حيث تدون المعلومات كافة ولا يجوز لأحد تمزيق صفحات الكتاب ولا تعديل محتواه. المزايا الرئيسية لهذا البلوك تشين: اللامركزية، العقود الذكية، الأمان، الشفافية المطلقة. المزيد من البيانات الفنية حول ألتيما واقتصاد التوكن متوفرة في الورقة البيضاء White Paper. في ألتيما توكن تم تنفيذ مختلف آليات الانكماش الجامح لزيادة النقص وارتفاع سعر التوكن في بورصات التداول. عدد التوكنات محدود جدا ولا يمكن أن تتجاوز 100,000 توكن. يتم طرح السوق كل يوم 50 توكن فقط كحد أقصى، وسنويا ينخفض عدد التوكنات التي تطرح في السوق بنسبة 50%. كما يتم تجميد نسبة قدرها 3% من كل معاملة تتم في الشبكة لمدة 50 عاما. وبدوره هذا الانخفاض السريع في عدد التوكنات المتداولة في السوق ونمو مجتمع المستخدمين يساهم في تعزيز مكانة وسعر ألتيما توكن. توكن ألتيما مناسب جدا للاستخدام كوسيلة الدفع مقابل السلع والخدمات المختلفة، كما أنه أداة قوية جدا لكسب المال ومزاولة الأعمال التجارية. أسهل وأنفع طريقة للحصول على ألتيما هي عبر مجمع السيولة المفوض، وهو عبارة عن مخزن مركزي للتوكنات في هيئة عقود ذكية والذي يدار بواسطة بلوك تشين حصرا. تتمثل مهمة المجتمع في توفير السيولة في السوق وتوزيع التوكنات بين المشاركين في المجتمع بشكل متناسب. يتم ملء المجمع من قبل المستخدمين عند شراء خدمة ما، فإنهم يبرمون عقدا ذكيا خاصا. بموجب أحكام العقد يحصل المستخدم على سبلتات مقابل ملء المجمع بالسيولة، والسبلتات هي عبارة عن حصة من المجمع تعطي حاملها الحق في الحصول على مكافأة يومية مدى الحياة من المجمع في هيئة ألتيما توكن، حيث يمكن بيعه وكسب المال من تغيير أسعار الصرف أو استخدامه مرة أخرى لملء مجمع السيولة ومواصلة زيادة المكافآت مدى الحياة من المجمع. للحصول على السبلتات والبدء في كسب المكافآت اليومية من المجمع، لابد من الحصول على أولاً رخصة سبلت وثانياً عقد سبلت. لنفترض أنك تمتلك 2 توكن ألتيما، فأنفقت توكن واحد على الرخصة واستخدمت الثاني لإبرام عقد مع البلوك تشين وحصلت على السبلتات. كلما زاد عدد السبلتات زادت المكافأة المتلقاة من البلوك تشين. المكافأة غير محدودة زمنيا، يجوز تحصيلها مدى الحياة. حتى أطفالك وأحفادك سيكون بمقدورهم الحصول على هذه المكافآت من التوكنات. حاليا المكافأة مقابل قبض السبلتات عالية جدا، لكنها تنخفض شهريا، أما السعر فيرتفع، بالتالي لا تتردد في توليدها في أسرع وقت ممكن.
يمكنك استخدام توكنات ألتيما على الفور بطرق مختلفة، بيعها، استخدامها لشراء باقة جديدة، دفع ثمن السلع والخدمات. هناك عدة خيارات لكسب المال باستخدام ألتيما، إما عن طريق مكافآت في هيئة أرباح سلبية من المجمع أو عبر منصة ألتيما بيزنس. منتجنا جيد جدا وقيمته واضحة لدرجة أن أكثر من 90% من كل من يتعرف على ألتيما بشكل أقرب يصبح عضوا في فريقنا. إذا كنت فعلا تريد أن ترتقي بحياتك وتجعلها سعيدة مريحة قدر الإمكان، وإذا أردت فعلا أن تستمتع بحياتك وتكسب مزيدا من المال وتسافر أكثر حول العالم، لا تقتصر على قبض المرتب فقط، وإنما انضم إلينا الآن. تواصل مع الذي أرسل لك هذه الدعوة ليفيدك برابط التسجيل. إذا لم يتواصل معك المدعو فلا تتردد في التواصل معه أو معها وقل له: هات الرابط، أريد أن أحصل على مكافآت وأرباح من الغد. شكرا جزيلا على اهتمامكم، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل مع توكن ألتيما. انضم إلينا الآن. مع السلامة، شكرا لك.